ما الحياة إلا دين مؤقت، وما هذا العالم إلا تقليد هزيل للحقيقة. لا يعني الاستسلام أن يكون المرء ضعيفا أو سلبيا، إن ديننا هو دين العشق، وجميع البشر مرتبطون بسلسلة من القلوب، فإذا انفصلت حلقة منها حلت محلها. ففي كل شيء نفعله قلوبنا هي المهمة لا مظاهرنا الخارجية. يشبه هذا العالم جبلا مكسوا بالثلج يردد صدى صوتك، فكل ما تقوله سواء كان جيدا أم سيئا سيعود إليك على نحو ما. لن تحصل على شيء إلا بعدما تحصل عليه بداخلك أولا. تعلق الفاني بالفاني يفنيه، وتعلق الفاني بالباقي يبقيه. إن هذه الأيام تتطلب الكثير من الصبر والصمت. الحياة كأنها الطريق، كل ما نفعله مردود إلينا، فلنفعل الجميل. إذا أردت أن تكون سعيدا فارض بما قسمه الله لك. كن كالبحر، لا أحد يعرف أسراره هادم من الخارج وعميق من الداخل. بعض الناس ليسوا مخلصين لك، وإنما مخلصين لاحتياجهم لك. الحياة حلم يوقظنا منه الموت، إن الحياة لا طعم لها بلا أمل. بورك من ملأ حياته بعمل الخير، لأنه أدرك أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر. عندما لا ندري ما هي الحياة، كيف يمكننا أن نعرف ما هو الموت؟ الحياة رواية جميلة، عليك قراءتها حتى النهاية. لا تتوقف أبدا عند سطر حزين، قد تكون النهاية جميلة. لقد تعلمنا في المدرسة ونحن صغار أن السنبلة الفارغة ترفع رأسها في الحقل، وأن الممتلئة بالقمح تخفضه. فلا يتواضع إلا كبير، ولا يتكبر إلا حقير. لا يغرنك ارتقاء السهل إذا كان المنحدر وعرا. من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا، وسوف يرى الدنيا أياما يداولها الله بين الناس. الأغنياء يصبحون فقراء، والفقراء ينقلبون أغنياء، وضعفاء الأمس أقوياء اليوم، وحكام الأمس مشردون اليوم، والقضاة متهمون، والغالبون مغلوبون. لا حزن يستمر ولا فرح يدوم. لا تنزعج، الحب رحلة، وكل مسافر فيها سيتغير، أراد ذلك أم لا. لا أحد يمضي في طريق الحب ويبقى كما هو. في هذه الحياة تحاشى التطرف بجميع أنواعه، لأنه سيحطم اتزانك الداخلي. وإن القلوب برغم البعد تتصل في لحظة ما، بومضة من الزمن قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير. أنت في القمة أسمى العالمين كليهما، فماذا يمكن أن أفعل إذا كنت لا تعرف قدرك؟ لا تبع نفسك رخيصا وأنت نفيس جدا في عين الحق. إن الكون كائن واحد، ويرتبط كل شيء وكل شخص بشبكة خفية من القصص. وسواء ندركنا ذلك أم لا، فإننا نتشارك جميعا في حديث صامت.
كل حادثة تقع كبيرة كانت أو صغيرة، وكل مشقة نتكبدها هي جانب من خطط إلهية تحدث حتى النهاية. لا تبيع الآخرة بالدنيا، ولا تستبدل الفناء بالبقاء. لا ينعم بنعيم الآخرة إلا من صبر على ابتلاء الدنيا. عجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. لا أظن أن هناك مشكلة مع الحزن، بل العكس تماما، فالنفاق هو الذي يجعل الناس سعداء، أما الحقيقة فتجعلهم يشعرون بالحزن. لسنا بحاجة للبحث عن الحب خارج أنفسنا، بل كل ما علينا عمله هو أن نتمكن من إزالة العقبات التي تبعدنا عن الحب في داخلنا. لأنك شديد الحرص على نيل موافقة الآخرين، فلن تتخلص من نقدهم مهما حاولت. لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك. فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراه. هل الشيطان هو من يغرينا يا أبي؟ نعم يغرينا، ولكنه لا يجبرنا. لا تبحث عن سعادتك في الآخرين، وإلا ستجد نفسك وحيدا وحزينا. بل ابحث عنها داخل نفسك وستشعر بالسعادة حتى لو بقيت وحيدا. ابتسم وتفاءل دائما، فالابتسام لا يكلف شيئا لكنه يعني الكثير. إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس، فيجب أن يغير أولا الطريقة التي يعامل فيها نفسه. وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه حبا كاملا صادقا، فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب. لكنه عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليه الآخرون، فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريبا. ثم كيف يمكن للمرء أن يلوم الآخرين لأنهم لا يحترمونه إذا لم يكن يعتبر نفسه جديرا بالاحترام؟